لو كان فيقي حتى ما يقلق بآخر الليل. طيب أبو قاسم. إيوة شو فيقتها؟ ايه ما نمت لحتى فيه، تفضلي. شو انت متغدي برا؟ لا يبعت لي حمى، لو ساوي لك لقمة أكل لك. ما بدي القهوة بتكفي بتوفي هذه. بس ما بصير، لازم تاكل لك لقمة. الكلام اللي بدي أقول لك إياه أهم من الأكل. صب القهوة. هاتي عنك هاتي عنك هاتي. بس دير بالك سخنة سخنة. ها طيب طيب طيب. الله يسلم الدنيا. عندي كلام بجوز يعجبك وبجوز ما يعجبك، وعلى الأغلب ما حيعجبك، بس بدي اياك تهدي كتير كتير وتتذكري انه محبتي إليك ما لها حدود، انه عندي اياك انت والبنات بالدنيا كلها. لطفية انا عمري قصرت بحقك او بحق البنات او بحق البيت؟ لا بالعكس، خيرك طمنا حبيبي. عمري ضايقتك؟ عمرك حرتي او لا؟ لا يا ابو قاسم، نظفت لي قلبي، نشفت لي عروقي، خلص بقى هالبحصه. المشكله انه هالبحصه كبيره وما حتطلع قبل ما تطالع روحي. سلامة روحك حبيبي، احكي اللي بدك اياه، بينزل على قلبي مثل العسل. متأكده؟ ولو يا ابو قاسم، ولو انت ما بتعرف لطفية، ما بتعرف ام بناتك. هذا هو الموضوع، بناتي. شبههم لازمهم اخ. ايه اخ يرعاهم، يديروا بالهم عليه وهو صغير ويحرصهم وهو كبير. الله كريم، لمن بيقول الاوان الله ما بينسى عبيده. ونعم بالله، بس كأني حاسس انه الله سبحانه وتعالى مو رايد تجيبي لي ولد. لا يا ابو قاسم، انت هيك عم تكفر. انا عم بقول حاسس، والاحساس الله بيزرعه بنفوسنا. معناتها لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا ربك قال اسعى يا عبدي وانا بسعى معك، وهي انا وياك عم نسعى صرنا 14 سنه والله ما رد. يمكن الله سبحانه وتعالى مو رايد يطلع الولد منك، يمكن رايد يطلع من وحده ثانيه.